متواصلين معنا ويتابعونا عبر لايف الأثر ويتواصلون معنا على تويتر وين وصعبة ولا هذه قرينا يلا عند تغريدة قبيل الريان يقول من غرس بقلبه حب الخير للناس أو من غرس بقلبه حب الخير للناس أزهرت له قلوب الناس محبة ووفاء. حفظ الله من حفظ الود وصانع العهد فالصحبة من أعظم النعم. اللهم لا تحرمنا صحبة الصالحين ورفقة الخيرين حفظك الله. يسعد صباحك نبيل. تحياتنا لك وللأحبة في سلطنة عمان على قرصة عمان. اليوم علي خاطر النجاد يقول ما يا إن شاء الله خير. بوتمين يقول من حق كل إنسان أن يضع حدود بينه وبين الآخرين وعلى الآخرين أن يحترموها ولا يتجاوزوها سواء كان بدافع الحب أو الصداقة. لا تحتاج تفسير أكثر. واضحة ويا ريت الكل يسمعها. من حق كل إنسان أن يضع حدود بينه وبين الآخرين وعلى الآخرين أن يحترموها ولا يتجاوزوها سواء كان بدافع الحب أو الصداقة. الثقة بالنفس ليس معناها الوصول إلى الكمال، فالإنسان الواثق من نفسه يعلم نقاط قوته فيستفيد منها ويعلم نقاط ضعفه فيعالجها. كانت هذه تغريدة عن الثقة بالنفس من بوتمين مصطفى. شكرا لك. كالحلم يهرب العمر ولا نستطيع الإمساك به، فعيب السنين أنها تصنع الذكريات وعيب الذكريات أنها لا تريد السنين. يا سلام نبيل العراقي. عامر الراسبي صباح النور، شكرا لتواصلك. طبعا أنا أرجع وأوضح التغريدات اللي فيها أدعية اعذروني ما أقدر أقرأها لطبيعة ونمط البرنامج والتواصل الغنائية والإذاعة أساسا يعني إذاعة غنائية، فأعتذر منكم. هدير العراقي في تغريدة أخرى يقول هناك مواقف أيقظتني وصنعتني من جديد، وهناك علاقات توقعت منها الكثير ووجدت منها القليل، وهناك دروس لم تكن بالحسبان لكنها علمتني الانتباه. شوف اليوم كم مرة تكررت كلمة الانتباه. انتباه، إدارة الذات تبدأ من الانتباه ومن الوعي. وبعدين مسألة التوقعات هي ترى السبب. إيه هي السبب؟ لا تتوقع الكثير، لا تتوقع الكثير. إن ياكلي توقعته أو أكثر منه فرائع، وإذا ما ياكل اللي توقعته أنت شو ما توقعت، فلا تتوقع الكثير علشان يعني سلامة نفسك. يعقوب يقول مع ابتسامة الطيور وأشراقة الصباح تتجدد آمالنا لمجرد سماع همسات أحبائنا، تفيض بين أناملهم حروفا تتساقط لتروي عطش التراب. يسعد صباحك يا يعقوب. جهاد الحكيم صباحكم تفاؤل مع فنجان قهوة ممزوج برائحة الياسمين. اسمع تغريدة جهاد الحكيم هذه النصيحة، إذا لم تكن قادرا على إظهار التفاؤل للناس لا تتعبهم بتشاؤم. شكرا جهاد. وغانم يقول صباح الخير، هل الحب الحقيقي هو التماس العذر أم كثرة اللوم والتهم؟ إذا تسألني بالنسبة لي التماس العذر أكيد، يعني التمس لأخيك سبعين مرة. حلو سؤال وغانم، ايش رايكم؟ الحب الحقيقي هو التماس العذر ولا كثرة اللوم والعتاب؟ ما توقع في احد صارت عنده القدرة على تقبل الشخص اللي يعاتب كثير يعني. حلو سؤالك مغانم.
وسهلا بمشاركتك وتغريدتك وعودتك، يعني باقي عشر دقايق على نهاية البرنامج الحمد لله. تمام جري بالعادة 56 57 ترسل التغريدة. شكرا لتواصلكم. زين أبو خليل، لازم أتوقف عشان أقرأ التغريدة كذي وأعيشها وأفهمها. تغريداتك دائما عميقة، وبعدين نسمعها لأحد المستمعين. نمشي بس لحظة ويلك ما اشتقتني، ما درى يا ويلي توه ما مشى واشتقت، ما كذابي والله صادق في غيابه ويلي لي، والعواض يا رب طيفه على يخف الولا. قالت امشي بس لحظة ويلي كل ما اشتقتلي، ما درى يا ويلي توه ما مشى واشتقتلي، ما كذابي والله صادق في غيابه ويلي. انت بالبصرة يعني؟ مش دورتك؟ اسمعني اسمعني ابو بيع.